السلام عليكم، معكم ممول الحفلات بن سعود من مدينة الجديدة، الكاتب العام للتنسيقية الفرع مدينة الجديدة التابعة للفيدرالية المغربية ممول الحفلات. أولا كنبغي نشكر من هذا المنبر الجريدة الإلكترونية أشواق تيفي اللي فتحت لنا هذا الباب باش نعبروا على الضرر اللي تصبنا به من خلال هذه الجائحة ديال الكوفيد 19. كيف ما كتشوفوا هذا القصر بن سعود هي واحد القاعة من الطراز الرفيع، الحمد لله صوبناه بواحد الذوق عالي، ولكن لهذه الأسباب اللي ديال هذه الجائحة كل شيء وقف لنا. آخر انفستيسمون درناه في واحد لاكويزين بروفيسيونيل كاينة تحت، من شوية نوريها لك، كويزين انورم كبيرة مصوبة بلي نورم ديجيان اي تو افيك دي شومبر فخوا دي مون بروفيسيونيل، حطينا فيها فليسات وحنا كنا معولين على لا سيزون ديال الصيف. عندما نقولوا الحمد لله والشكر لله، ولكن انا كمتضرر 100% ماشي 99% متضرر 100%. انا عندي لوجيستيك ديالي، عندي ماتيريال واقف، كاينين دي فورنيسور كيتسالوني، باقين عندهم دي شيك ديالي لي فاق الصباح كيدفع ليا شيك باش غادي نلقى هادشي. دونك انا كنطالب من الجهات المختصه ومن لجنه اليقاده ومن الحكومه ومن رئيس الحكومه يدير واحد التفاته، يفكر شويه من يفيق الصباح يفكر ويقول هاد الناس ما عادش كيديروا دابا باش عايشين وباش غادي يلقاو هاد المشاكل اللي عندهم، حيت قدر في اي لحظه الانسان هاد الناس اللي في القطاع ديال الممول في اي لحظه وفي اي نهار يقدر يمشي للحبس، والله العظيم يقدر يمشي للحبس، اي فرن اي تريتور يقدر مسكين يمشي للحبس، لان حنا باش كنطلعوا مع الحباب مع لي فورنيسور كيديروا بوجهنا، كيعطيك ماتيريال وي ولكن كتحط ليه دي شيك دو غارونتي، ما يعطيكش ماتيريال بلا سون غارونتي ميمكنش. دونك قدر غدا بعد غدا واحد فينا في هاد الممولين في المملكه المغربيه، وانا متاكد ان العديد ديال الممولين عندهم دي شيك عند دي فورنيسور ديالهم، وي صابرين مساكن دي فورنيسور، كاينين الناس اللي الله يجازيهم بخير صابرين، ولكن للصبر حدود، غدا يقدر يفيق الصباح يدفع لك شيك ما عندكش ما تخلص الحبس. دونك خاصهم يديروا معنا شي حل، حنا طلبنا شحال من خطره كنطلبوا، الفيدراليه دارت واحد المجهود جبار باش لي بونك يتساعدوا معنا في دي كريدي، واخا نقولها واخا ما خصهاش دكال حيت امبوسيبل دي كريدي سون انتيغي شي حاجه اللي من المستحيل، يعطيونا دي كريدي افيك دي طو يكونوا فابل طايحين بزاف دي طو بحال 1% 1.5% باش نقدروا نخلصوا، ويعطينا واحد لو ديفيغي كبير ويديروا لنا واحد العامين عاد نبداو نخلصوا. هادشي الا بغاو يعتقونا، الا بغاو يصوفيو هاد لو سيكتور، اما لا ما كانش هاد الحلول راه لو سيكتور مشى الله يرحمه، خصنا نقلبوا على البديل، سواء نقلبوا على شي مهنه واحده اخرى سواء نهاجروا لكندا، يا سوا غادي نقلبوا على شي مهنه واحده اخرى سوا غادي نمشيو بحالاتنا لكندا، نهزوا ولادنا ونمشيو لكندا، هذا هو الحل، لان حتى حد ما نصفنا، حنا جالسين ساكتين كل واحد راه شاد همه في قلبه وساكت، شنو هو الحل ديال هادشي؟ التفتوا لينا ديروا واحد التفاته لجميع القطاع، انا راه كنشوف انا كيبقاو فيا كاع الناس ماشي غير القطاع ديالنا، القطاع ديالنا هو الاول على راسي وعينيا، ولكن كاع الناس كيبقاو فيا كاع لي سيكتور، مول الحانوت راه مضرر، مول المحلبه مضرر، مول الزريعه مضرر، هاد الناس اش يديروا؟ مول الحوايج مضرين، الحجامه الناس لي كوافور مضرين، واش هاد الناس راه كيعيشوا كما كيقولوا لي زوفري كيعيشوا الجورني ماشي لا جورني، كيعيشوا الجورني كيعيشوا نهار بنهارو، كيربح القوت اليومي ديالو، كاين اللي كيدخل 70 80 100 درهم في النهار كيمشي كيتقدى بها لوليداتو ولا مبلي بالكارو كيشري الكارو ويتقدى لوليداتو ما ياكلو، دونك كيربح القوت اليومي ديالو كيربح نهارو بالعربيه، هو ساد دابا 5 موا هو ساد
وعطاو الله يجازيهم بخير، عطاو هذه الاعانه ديال 800 درهم، ولكن بارلون سيريوزمون 800 درهم الله يحسن العون كاين اللي كتكفيه، ولكن راه شي حاجه قليله شويه، بحال اللي عنده اسره فيها 5 ولا 6 الناس، راه 800 درهم راه ما دير ليه والو، دير ليه اون سيمين، وي اون سيمين يعيش مزيان، مي لي 3 سيمين اللي ديال لو موا راه ما يلقى ما ياكل. نتكلموا ثاني على السربايه، لي سيرفور اللي كيخدموا مع الممول، انا بصريح العباره الممول كينجح بالسيرفور، وي كاين لي كاباسيتي ديال الممول ولي زيدي ولا توش، وي ولكن داك السيرفور هو اللي كينجح العرس، ما نكذبوش، واش شكون غيتفكرهم نتوما، واش عايشين ولا ما عايشينش الله اعلم، اوكين ايدي. حنا كنتواصلوا مع الناس ديالنا هنا ديال جديده وديال ازمور، كنتواصلوا معاهم في سبيل الله، الناس خوتنا عزاز علينا كيخدموا معنا على طول العام، كنتواصلوا معاهم وي بالتليفون في واتساب، درنا واحد المبادره طيبه في سبيل الله انا وبعض الاخوان ممولين هنا في جديده، صراحه درنا واحد المبادره، داكشي اللي قسم الله، عطينا واحد 230 قفه في سبيل الله. الاخوان الاخرين ما بغوش يبانوا، كاينه معنا واحد السيده هنا في جديده وواحد السيد اخر زعما وشي ممولين وحده اخرين حتى هما ساهموا بحوايج اخرين الله يجازيهم بخير، ولكن ما كافيش هادشي، حنا ساهمنا في رمضان شحال بس ساله دابا، ساهمنا في الاول رمضان، حنا ماشي في استطاعتنا غادي ندعموا هاد الناس، كون كان عندنا وي نساعدوهم يوميا الغالب الله، خاص واحد الالتفاته في القطاع ديالنا والقطاع والناس اللي تابعين القطاع، صراحه كلشي تضرر وضرر كبير، وخا حنا وخا يطلقونا حنا يقولنا فوالا راه ما بقاش هذا الحجر وخدموا سيدي، حنا العام ديالنا مشى، لا سيزون ديالنا مشات سانسير، تقدر تسول اي تخيطور تقول ليه واش تقدر واش باقي الامال تخدموا هذا العام، يقول لك لا، حنا كنبداو في رمضان لي ريزيرفاسيون كيبداو عندنا في رمضان، ملي كيحيد رمضان كتبدا العجله كدور بشويه بشويه، كتجي الجاليه المغربيه المغرب، كيبداو دي ريزيرفاسيون من ليترونجي باغ واتساب ولا باغ تليفون، كنبداو غاديين بشويه بشويه حتى كنعمروا شويه الكالوندري، وكنخدموا كنجمعوا نربحوا شويه وياكلوا معنا الناس وكلشي، العائله تعيشين معنا، لي فورنيسور كيعيشوا معنا، مول الديسير مول اللحم مول الدجاج كلشي كياكل معنا الحمد لله، كلشي عايش مع هذا القطاع، راه صار الواقع هذا، ما نضركوش الشمس بالغربال، هذا القطاع ديال الممولين كلشي كيعيش معاه، وانت حد ما يقدر ينكر هذا الشيء، مول البطاطا كيعيش معنا حنا، مول الخبز مول دار الصابون بريسينغ اللي كيصب لنا لي ناب كيعيش معيش معنا، واش هو كيصب لنا دوك لي ناب كيصبهم لنا في سبيل الله، راه كيصب لنا وكنخلصوه، كلشي عايش معنا، الناس ديال الميكاب، الناس ديال لاكوافور، لي زوركستر، مصورين، لي كاميرامان، صحاب ليكليراج، صحاب المنصات، هاد الناس كلهم عايشين معنا حنا، ملي كيكون الممول منو كيخرجوا هادشي، هو اللي كيفرق لي طاش. دونك شكون على من مع من غنهضروا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.